السلام عليكم. السلام عليكم اختي، انت راجلك موقوف؟ انا زوج مساجي محمد حمزه بن بريد، نعطي اسمه بالكامل. راجل شد في احداث السفاره الامريكيه، بعثته نهار السبت هو شد نهار 15 سبتمبر، بعثته يقفل الليالي، بعثته الكارفور باش يخلف شويه مش البنت. خلصت عليه كرهبه البوليسيه، وقفته هو بالسكوتير، طلبوا عليه بطاقه تعريف، ما عنديش بطاقه تعريف، طلعوه في الكهرباء. طلعتنا خويا درنا المراكز الكل كاينه، هذا يقول لك ماهوش عندنا ما شديناش. سمعنا وقتاش نسمعوا بيه، سمعنا بيه كيف غدوا في البرجاني. مشينا 6 ايام واحنا ماشيين جايين ما باش يدخلونا ليه. علاش ما باش يدخلونا ليه؟ خاطرش راجلي مضروب. والضرب هذاك فما بلايص لنا بلاصه لنا نتوا وبلاصه لنا بلاصه لنا، وفي جرة الضرب زاد مش يعمل في عمليه على ظهره. فهمتني؟ انا عمري 19 عام، حتى 20 سنه ما عملتهمش. خلي لي هذه بنت 3 شهور مانيش نخدم بطاله، وهو عامل قرض بتسع ليل، شكون مش يخلصهولي؟ شكون مش يخلصهولي؟ وقتاش سمعت بيه؟ عنده شهرين ونص دو. سامحني، هو عنده شهرين ونص موقوف. عنده شهرين ونص دو موقوف. واضح. والقضية شنو ولا التهمة شنو؟ القضية التهمة خويا منفقين هو مشنو عاملين لهم تاع السفارة؟ عاملهم مجموعات مجموعات. مجموعة للمدرسة، مجموعة للسفارة، المجموعة اللي فيها راجلي تاكسي وإضرام النار والاعتداء على الأمن خلال عمله. وهو مضرب عن الطعام طول؟ هو مضرب عن الطعام، شد ولامس راجلي طبيب يعمل لي معناها راهو طبيب طلب علي عملية على ظهري مش نعملها. وجهه اصبح حالتهم الصحيه كلهم ما تعجبش. فانا حبس السجن المرهقيه كان على خاطر امريكي طويل جايين تصوروا نعرفش نتحاسبوا في الشاب توا. قداش عمرها بنت؟ طويل عمرها 5 شهور ونص. 5 شهور. شنو هي ذنبها هذه؟ شنو هي ذنبها؟ تعرف خويا انا كان مصيبش راجل، وكان ما جاش راجل طويل ظهره صحيح، ذاك نتاع خدمه ذاك طويل. انت تعرف واحد صحيح عمل عمليه على ظهره، كان جاك في الساق ولا في اليد تتعدى، اما في ظهره اللي نرجع يطبس لا يتحرك لا شيره. كيفاه؟ هذه شكون مش يصرف عليها؟ حط انت بيبي كل جمعة باكو كوش حق حليب. السلام عليكم، شو اسمه ولدك؟ محمد هادي اوديوي. محمد هادي اوديوي. اي نعم. نهار الاحداث السفارة ولدي مشى يخدم في اللاك، وعندي ما يثبت اللي هو يخدم. روح الخمسة، خمسة وربع كلفوا عليه، هزوه. فهمتني؟ يعني ما وصلش حتى للسفارة ولدي. ما وصل لهي جملة، هزوه من الرمفو نتاع العوينة. فهمت؟ لا عنده تصاور، لا عنده محجوز، لا عنده حتى شيء. قداش ليه تو موقوف؟ تو عنده شهرين وتسع أيام بالضبط، نحسب فيهم نهار نهار. ومضرب عن الطعام حاليا. اليوم ما حبش يقبل القفة، ما حبش يقبل حوايجه، مضرب على الطعام، فهمتني؟ تشوفهم شيء يأسف، شيء يأسف. قداش حاطين له من تو؟ فهمتني؟ حاطين له 12 تيتر. محاولة قتل السفير، اغتيال السفارة وحرقها، ورشق الأمن بالحجارة، وخاتي أنا ننسى. هو كي رفض القفة معناها قبل الزيارة، قابلته الزيارة. شنو هو الحالة الصحية؟ فهمتني؟ الحالة الصحية ماهيش باهية حتى طرف. اضرب جوع، عاملين اضرب جوع، وقال هالي قال لي إذا مش باش يعملوا لنا حتى حل راهو باش ندخلوا في اضرب جوع وحشي، يعني ما نقبلوا حتى شيء. فهمتني؟ وأنا طالبة من الحكومة تنظروا لهم في دوسياتهم. عليه هما تو شهرين ونص ما نجموش ينظروا له في دوسياتهم. فهمتني؟ اذا باش يتحكموا قولوا لنا باش يتحكموا، واذا باش سايبوهم سايبوهم. علاش الناس الاخرى سايبوهم؟ علاش يا اخي؟ واحد فرض ويخلصوا لنا هذوكم عنده عليه الزوالي ديما تحت الصباط، ديما تحت الصباط الزوالي. الناس الكل كي تخرج راه شفت حد اللي خرجوا اقسموا بالله العظيم فرحانين لها. مراه خاطركش بكلهم مسكنات مظلومين صحيح، فهم شكون اللي عمل؟ خرجوهم صراح شرطي ما كانش عمل لهم عفو. راه متوازى، راه متوازى، رانا بكلنا مسلمين، بكلنا خوات. علاش الشيء هذا يجرى؟ خويا وقفتهم شهر شهرين يز هكا هو عادي القضاء. تي هزيت بنتي ومشيت للقسم التحقيق غاديك للمحكمه، قلت لها مدام ارشدني انت شنو مش نعمل، نكلم فيها بكل تربيه واحترام. ظهرني من عرش ساحلي معناها، وجبت لها بنتي. ها عمري 19 عام، شوف المضمون ما نعرفش انا وين نمشي. قولي لي شنو نعمل؟ نكتب مطلب، نهزو رئيس الجمهوريه، نمشي لوكيل الجمهورية، قالت لي سامحني لبرا مدام بنتك بنت 3 شهور ولا بنت 20 سنه، انا ما عندي حتى دخل. فين هذا سامحني؟ في قاضي التحقيق في المحكمه. علاش هكا؟ عندي ربي ما ربطتش. تمشي للمحكمه يقول لك دايره الاتهام، دوسيات عن دايره الاتهام، تمشي لدايره الاتهام يقول لك لا عند التحقيق، برا للتحقيق، التحقيق ما يجاوبكش التحقيق. يقول لك لا عندي خدمه ما تنجمش تدخل لي، فهمتني؟ تمشي لدايرة الاتهام تقول لك لا سيد دوسيات عند التحقيق، فهمت؟ هم يهزوا فينا ويجيبوا كل يوم هكاك. انا واحده من الناس البارح مشيت البارح ما بدات تعرفش مشيت عملت عريضه لوزيره العدل، وعملت ولت البارحين للرئيس عريضه زاده، فهمتني؟